قال أحمد الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين إن ملف النازحين يحتاج إلى وقفة حقيقية، وأن تتم استضافة حكومة المحافظة والجهات الأمنية فيها في لجنة الأمن والدفاع النيابية للخروج بنتائج تسمح بعودتهم لمناطقهم. حقيقة ما نحتاج اليوم تكون فعلا وقفة حقيقية من لجنة الأمن والدفاع، نطلب استضافتنا أني المحافظ رئيس لجنة الأمن والدفاع في لجنة الأمن والدفاع، ويستضاف أيضا قائد عمليات، ويستضاف ملف المسؤول الملف في الحشد من المنطقة وأبو سراي السلام، وخلي يصير الكلام كاشف أمام لجنة الأمن والدفاع، خاطر تطلعون بقرار. ما لا يمكن يبقى الوضع بهاي الفوضى. يعني هسه الأنبار رجعت نازحيهم، ديالى رجعت نازحيهم، موصل رجعت، كركوك رجعت، واحنا صلاح الدين اول محافظه حررت، لكن والله بسبب المزاجيات، بسبب الاستغلال الاراضي اللي ذكر الدكتور عمار، وهذا فعلا موجود. والبارحه الاخ جمعه حقيقه طلب انه يصير حل، لانه قياعينهم كلها شالوها سبيس ومقالع ينقلون بها لبغداد. يعني هذا هاي مشكله. يعني احنا خما نضل يعني الراد حقيقه وقفه، والراد وانا اتوقع رئيس الوزراء السيد رئيس الوزراء ما راح يكون استجابة بهذا الملف، لأنه أنا أتصور أنه ما راح يقدر يسوي شيء، لأنه تكلمنا عدة مرات بهذا الملف، وتكلمنا في ملف أطراف سامرة وفي غيرها وفي عودة النازحين، لكن للأسف لم نجد من عنده أي إجراء أو يتخذ من قبله باتجاه هذا الملف. فحقيقة إحنا اليوم يعني بحضور السيد النائب أنه يجب أن يكون وضع حد لهذه المهزلة في محافظة صلاح الدين. يعني اما تتبالش انت وحماياتكم وانت والشرطه اللي موجوده وياهم، وهم يقول لك ها باكر، وفعلا هنالك تحرش علني، يريدون لهم فقط خلق مشكله مع اي مسؤول من المحافظه في السيطرات بحجج واهيه، خاطر تصير مشكله. لا يقول لك، وفعلا مأولين العمليه بانه صلاح الدين قنبله موقوته، واي حكايه والثانيه العدو بعد كيلو وين عن قبه الامام، وانما قبه الامامين راح تقع بس اي حركه تصير، انه الارهاب والصواريخ جاهزه فقط. هذا التصور للحكومه والتخوف للحكومه الاتحاديه، خاطر يبقى الوضع فوضوي، مع العلم هنالك مؤشرات وهنالك على الارض اكو هنالك قصور واضح، وهنالك قصور واضح من قبل القيادات الامنيه بعبور الارهاب وداعش من مناطق شرق المحافظه الى غرب المحافظه.